السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلاج النقرس وآلام المفاصل، لعلاج النقرس نستخدم الكرفس، نأخذه هو أوراقه والجذر مالته ونضربه بالخلاط، نخلي عليه قدر من الماء، نشرب من عنده قدح اللي هو تقريبا حجم الاستكان بعد كل وجبة. أما بالنسبة ليعانون مشاكل أوجاع المفاصل، نقدر ناخذ الكروفس ونغليه بالماء، راح يكون طري، نخليه على شكل كمادات في مكان الأوجاع. الكروفس للي يستخدمونه بشكل كثير لازم يبتعدون عن أشعة الشمس، لأن يسبب تحسس أو حكة جلدية بالجسم. كذلك للي ممنوع عن الحوامل، لأنه من المهيجات للرحم. وسلامتكم على السلامة.